اوكي خلاص خلصنا من تنزيل المقطع طول اليوم ما سلمت عليكم ولا سويت شيء لاني كنت قاعد اشتغل على المقطع. المهم هذا الرجل ذو مسؤوليات الحين ايش نزق الزر. يلا نزق الزر شوفوا كيف شوف يبا قاعد اكني بالزر. اهلين بصراحه جدا سعيد على تفاعلكم بالمقطع اللي نزلته اليوم، واضح انه عجبكم. اللايكات على الكومنتات مقارنه بالمشاهدات شيء جدا رهيب. تقريبا اليوتيوب قاعد يقول لي ان هذا ثاني احسن مقطع نزلته ذا الشهر، فشكرا لتفاعلكم. الزبده عندي قليل من ريد بول في الثلاجه وارجع لكم. يا جماعه اللي كان يسالني عن الجهاز اللي كان المفروض اسوي له انبوكسنج صورته بس ما نزلت سنابات، الزبده الحين بنزلهم. هذا هو الجهاز يا جماعة، روغ آلاي دايلر بي اس بي. لا ما له دخل يا حبيبي يا هذا. ايش في واقف على يد واحدة دستي انت كويس؟ المهم شوفوا الجهاز هذا يا جماعة فعليا بي سي بس بذا الحجم. خلنا شغله، شوفوا خلنا افتح الباسورد دقيقة برجع لكم. يا جماعة الجهاز مرة قوي لدرجة يمديه يشغل فورزا. بعد ما تخلص من الألعاب يمديك تستخدمه كلابتوب عادي. شوفوا ادخل جوجل بوم فعليا لابتوب.